فيها تجنيد إمكانيات ضخمة لكل القطاعات لتنفيذ هذا المخطط، هذا المحاكاة اللي أحضرنا لتمرين افتراضي يخص حدوث زلزال على مستوى بلدية المدية، متبوع بحريق على مستوى الغابة بمنطقة بني عطلي. والحمد لله كانت كل الإدارات جاهزة من وحدات أمن الطرقات، وحدات تدخل، فصائل الأمن والتدخل، فرق إقليمية، الشرطة التقنية والعلمية، وكذا الأفواج السينو التقنية. الهدف من هذا التمرين هو التأكد من جاهزية وآلية التنسيق والاتصال مع مختلف القطاعات ذات الصلة لضمان الظروف المثلى للنجدة والإغاثة والأمن، وكذا التخطيط والتحضير لمجابهة أي أزمة وللمحافظة على الأمن وممتلكات المواطنين. تتمثل مهام الأمن الوطني فيما يلي: تطويق مكان الحادث لمنع الفضوليين وذوي النوايا الإجرامية من الدخول إليه، حماية ممتلكات العامة والخاصة، تأمين وتسهيل عملية تدخل عناصر الحماية المدنية والطاقم الطبي لإجلاء الضحايا، تسهيل نقل المصابين وتحويلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية، تأمين عملية إعادة إسكان الضحايا، تحديد هوية الجثث من خلال نظام بصمات ولديان.